هذه العبيد يقول لك سترحلون، يقول لك ألم يكن البرلمان ساحة للمتاجرة قبل 25 جويلية. بعض عادل الجماعي أعتقد يقول لك كونه كتاب الرياضيات ثانية ثانوي زاد 950 ملي، تأكيدا الكلام تاع أنه راهو وقعت زيادات في الكتاب المدرسي. حتى نختم دكتور رضوان، الشعب الغضب هذا موجود، الفلس هو أكبر خبير اقتصادي تونسي تفيق الصباح، تصور انت يصدق اذاعات باش يشوف النشر، هو نشر زاويه ما عادش يصدقهم فيه، باش يشوف اذاعات باش يشوف الوضع الاقتصادي، ما هو داخل يديه في جيبه ويشوف ثمش بقايا صرف. لكن المشكلة التغيير، حتى نخدم معكم الدكتور رضوان ورجعنا. نعم الصوره، يعني انا اعتقد انه اولا هناك فعلا دور سيء جدا للإمارات في حلف مع إسرائيل أو في تحالف مع إسرائيل، أولا لإسقاط ثورات الربيع العربي والديمقراطي، يعني هذا واضح، هذا برنامج انطلقت فيه الإمارات منذ سنوات، وكذلك للتطبيع أو دفعها للتطبيع مع إسرائيل. يعني هذا برنامج مش جديد، هذا منذ عدة سنوات، فطبيعي جدا أنه الآن يحاولوا يضغطوا على قيس سعيد ويقولوا له إذا تحب مساعدات من الإمارات أو ابتزاز، يعني نعم ابتزاز اللي هو، ولكن لتونس أيضا، للشعب التونسي، معناها تحبوا الوحدة دي يلزمكم تطبعوا مع إسرائيل. أنا ما أعتقدش أنه قيس سعيد يقدر يستجيب لهذا الطلب، ولو يستجيب ستكون نهايته سريعة جدا، لأنه هناك إجماع في تونس ضد التطبيع، والشعب التونسي كله لن يقبل بالتطبيع، واعتقد انه ستكون هي معناها اخر ورقه اذا كان يطبع مع اسرائيل. ولكن اذا كان ما يطبعش كذلك، هو رفض، هو غلق على نفسه كل الابواب، هو عزل نفسه، عزل تونس عن المنظومه الدوليه، عن الاصدقاء. تونس كانت عندها حلفاء في العالم الكل يعاونونا، معناها من غير حتى ما نطلبوا كانوا يساعدوا تونس، كانت نعم. تونس دوله مبجله ومحترمه. توا قيس سعيد ما عادش عندها حتى وزن تونس، واصبحت معزوله، وفقط في موضوع الهجرة والهجرة السرية وكذا يحاولوا يلقوا بعض حلول مع الوحدة. الشعب التونسي الآن ما عادش يصدق، لأنه يشوف الواقع المر أمامه كل يوم، الأكاذيب اللي يسمع فيها في الإذاعات وفي التلفزيون وفي الصفحات الرسمية متاع قيس سعيد، ولكن أيضا في مئات أو على الأقل اللي هي فيك اكاونتس، يعني على الفيسبوك تعمل له دعايه من قبل الانتخابات ومن قبل الانقلاب، معروفه هذه، وممولة زاده كذلك من الامارات ومن دول الخليج ومن مصر باش ينشئوا هذا الانقلاب. الشعب التونسي الان اصبح واضح قدامه ان هناك تناقض كبير بين الكلام والشعارات والوعود والحقيقه التي يشوف فيها امامه كل يوم، انه معناها ما فماش حتى، كأنه عايش في أوراق الجوازات السفر ما عادش موجودة، جوازات السفر ما عندوش بابيه باش يجي. احنا ثم ناس هوني توا في أمريكا يطالبوا بجواز سفر منذ عام يستنى في جواز السفر نتاعو. مش حاجة جديدة، معناها الدولة فاشلة، الدولة مش لاهية بالمواطنين أصلاً، كي يطلب الرقم السفارة نتاعو باش يحب يحكي ما يجاوبوهش، ما يهزوش عليه التليفون أصلاً. قبل في العشرية اللي هما توا معناها جماعة الانقلاب يسميوها العشرية السوداء، كنا نقلب الدنيا إذا كان واحد يطلب السفارة وما يهزوش عليه، والله تتقلب الدنيا ونكلموا السفير والسفير بيده يولي يعتذر وكذا. توا يوميا يطلبوا الناس ولا حياة لمن تنادي، كانوا مع الناس سفارة. اللي حاجته باسبور من أمريكا في أي ولاية يزمو يتنقل يجي لواشنطن، يقعد على الأقل 4-5 أيام في أوتيل ولا يشوف وين يسكن، ويمشي كل يوم للسفارة باش يحاول يخش جواز. وثم عدد كبير ياسر حتى بعد هذا الكل يقعد أشهر يستنى وما يعطيوهاش الجواز نتاعو. هذا مثال، هو راه معناها الأمثلة عديدة جدا. الدولة قاعدة تنهار، الاقتصاد انهار، مش قاعد ينهار، الاقتصاد ما عادش عندنا اقتصاد، الشركات كلها قاعدة يعني قريبة من الإفلاس، البنك ما عادش عنده فلوس، البنوك كلها ما عادش عندها فلوس، تسلف كل ما ينجم يتسلف، ما عادش ينجم يتسلف اكثر من هكا. ربي يستر، ما عادش يتسلف لانه تعرف اخر مره كما صنفوا تونس البنوك التونسيه راهم حطوا بتصنيفها، وكيف التصنيف هذا؟
اي لانه هي هي البنوك باش تنجم تبقى على قيد الحياه يلزم عندها تقريبا 30% ولا 40% من المداخيل نتاعها، يعني من الادخارات نتاعها يلزم عندها اون سبيس، خاطر كي يجيوك عباد حاجتهم اون سبيس وحاجتهم باش فلوس لازم هذيك فلوسهم. ودورها الاساسي هو الاستثمار وليس بيع الفلوس. اي احنا توا البنوك ما عادش عندها النسبه هذه، ما عادش نجم اذا الناس تمشي تطلب فلوسها، وارد جدا بعد معناها مش عارف نعم. شهر شهرين او ثلاثه شهور البنوك تولي تقول راه والله غالب سامحنا ما عادش عندنا فلوس. وهذه هي هو سامحني والله موجود هو، وهذه جت لهنا ثم شكون يمشي يطلب يقول يعطيك طرف عباره اساسي لله يا المحسنين، وبرا يمشي لاجونس اخرى يعديها يدور نهار كامل بين ليزاجونس وبين هذه بدايات نتاع علامات الافلاس. البنوك بيدها ما عادش عندها فلوس، معناها الخطوه اللي بعدها هو انه الناس تولي تمشي، وصارت في لبنان وفي برشا دول تهبط ناس كل على البنوك وتحب تجبد فلوسها والبنكه تسكر، تقول لها والله غالب ما عادش عندي فلوس تسكر البنكه. هذا هو الافلاس. او كذلك الدوله تولي ما عادش قادره باش تخلص الديون الخارجيه، ما عادش يسلفك حد وما عادش يبيع لك حد، واحنا قربنا جدا من هذه النقطه تو، ما عادش يبيع لك حد وما عادش يسلفك حد. أرو قربنا برشا من الافلاس، وهذا نبهنا له منذ سنه ومنذ سنتين. توفيق بن حسين يقول لك الناس الكل تعرف الحقيقه والمذهل انه الشعب ساكت، شعب مو ساكت، لا شعب ذكي ولكن ربما يتخير وقت يتكلم الشعب التونسي. ان شاء الله عندما يتكلم الشعب التونسي سلميا وعبر موقفه ما يكونش وقت هالوقت فات. جزيل الشكر ضيفي الدكتور احمد القطيدي والدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز دراسه الاسلام والديمقراطيه. هكذا ناتي لختام حلقتنا، مشكورين ساده المشاهدين على تفاعلاتكم، جيد جيد، اعطونا حتى اراءكم مختلفه ونحن نتقبلوها، فقط دائما نتحاور ندون نناقش في نطاق الادب والاخلاق. نلتقي غدوه ان شاء الله بدايه الساعه 8:30 بتوقيت تونس في امان الله.